بالجيد، حصل تراجع في الاداء، فقدنا التنظيم. الايجابيه الوحيده لينا في الشوط ده كانت الهدف وركله الجزاء اللي لم تحتسب، ركله الجزاء 100% لتريزيجيه. في لعيبه بتادي المطلوب منها بزياده ولعيبه ثانيه ما ادتش المطلوب منها، وده مأثر على الانسجام وعلى الاداء الجيد لفريقنا. المباراة كانت في المتناول، انما احنا ادينا فرصة للمنتخب الكيدي. لكن حاليا احنا متأهلين، يعني الترتيب الآن منتخب مصر 11 نقطة متأهل رسميا حتى الآن، جزر الكومن خلاص رسميا انتهى 9 نقاط، كينيا 3 نقاط، توجو نقطتين. طبعا الأداء للمنتخب المصري تقييمك ليه بصفة عامة بعد الهدف الذي جاء مبكرا؟ لا، أقل من المنتظر، خاصة مع البداية دي. أنت كان لازم تستثمر البداية دي، لعيبة ثقتها تزيد بنفسها أكتر، يبقى في